زي المشاهدين، وعشان يعني تعرفوا اكتر عن المجهود اللي بيبذل ونبقى لينا الفخر ان احنا النهارده بننقل المباريات بهذه الجوده وبهذه الطريقه، معانا المهندس محمد طه، مهندس الوحده 23 اللي بتنقل مباريات البال على الهواء مباشره. اهلا بيك يا باشمهندس محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس محمد، الحقيقه انا كنت نوهت قبل ما طبعا مداخله حضرتك انه يعني 95% 98 قول 99% من نقل المباريات البال بايادي مصريه، باكويبمنت مصريه، بكل شيء مصري ما عدا مخرج فقط ومهندس صوت جايين من البرتغال. كلامي ده صح يا باشمهندس محمد؟ الحمد لله. هو جروب البرتغاليين معاهم مخرج واثنين على جهاز الاعاده، ومعاهم زمايلنا المصريين برضو على اجهزه الاعاده، وفي مهندس صوت فعلا زي ما حضرتك قلت. نعم، بقيت طاقم العمل من الوحده معانا. نعم، التصوير المصورين يا كابتن مصريين؟ مصريين ومعاهم اثنين مصورين من البرتغال. نعم، بس الاغلبيه مصريين. نعم، يعني النهارده طب ده اللي كان بيحصل السنوات اللي فاتت ولا دي اول مره تتطبق الموضوع ده يا باشمهندس محمد؟ لا يا فندم، على طول احنا دي السنه الرابعه. نعم، الحمد لله ماشيين بنفس الطريقه. ممتاز، وعشان ثقتهم في الطاقم المصري بيجيبوا اللي على القد بالظبط. نعم، انما الاغلبيه بيبقى مهندسين ومصورين وفنيين مصريين. ونقدر الجوده دي حتى تكون في مباراه كره القدم يا باشمهندس، يعني دي مش خاصه بالبال بس، يعني دي خاصه كمان بمباراه كره القدم واي منافسات نقدر نصورها بال4K بالامكانيات دي؟ طبعا يا فندم، البطوله الاخيره اللي بتاعت مصر وكرواتيا. نعم، دي منقوله بالوحدتين ال4K التلفزيون المصري 23 وال24، واظن كانوا على مستوى عالي جدا من النقل. نعم، فالحمد لله في امكانيات بشريه وامكانيات اجهزه تمام، الحمد لله حاجه مفخره جدا يعني. ربنا يوفقك يا باشمهندس، الحاجه دي حاجه اسعدتنا جدا، ونتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله دايما مصر غنيه باولادها يا باشمهندس محمد. الله يخليك يا فندم. شاكر جدا يخليك. مهندس محمد طه، مهندس الوحده 23 بالتلفزيون المصري، والوحده دي اللي منوط اليها نقل مباريات البال. انا دايما اي حاجه تخص مصر، اي حاجه يعني تحسس قد ايه ان احنا عندنا امكانيات بشريه وعندنا نقدر مصر تقدر تعمل اي حاجه، الحقيقه لازم نحط عليها الضوء، ولازم نشكر القائمين على هذا العمل واللي اخلصوا ان يطلعوه بهذا الشكل، ولازم كلنا نبقى فخورين بما تملكه الدوله المصريه من امكانيات، وده اكيد بيأهلنا وبيعدنا لاحداث اكبر من كده كثيرا باذن الله.